في الأردن وطرق ارتفاع أسعارها. أفضل الإسمنت استخدام في البناء وأنواع الإسمنت. الدول المصدرة لمواد البناء في العالم وأهم المواد. أنواع الحديد المستخدم في بناء المنازل. حساب كمية الخرسانة وكمية حديد التسليح. حساب كمية الخرسانة وحديد التسليح في الأعمدة. سبب استخدام حديد التسليح في الخرسانة. كم نسبة حديد التسليح في المتر مكعب من الخرسانة؟